وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. مساء الخير سعادة الشيخ، ولو بداية تحدثنا عن ماذا يعني لكم هذا الإنجاز وما هي المعايير التي مكنتكم من الفوز؟ مساكم الله بالخير. أحب بداية أن نبارك للقيادة الرشيدة لهذا الفوز الذي يعد إنجازا عالميا مشرفا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين، ويؤكد على نجاح مشروع الجواز الإلكتروني والذي تم طباعة ما يقارب 120 ألف جواز حتى يومنا هذا. ولم يكن لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن تحقق هذا الإنجاز لولا توجيهات صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ مبادرات تطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. ولا ننسى الدعم الأكبر من قبل الفريق الأول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الذي ساهم في تحقيق هذه الإنجازات والجوائز على المستوى العالمي. كما لا يفوتني أن أشكر فريق عمل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تنفيذهم للجواز الإلكتروني وبذلهم جهود مضاعفة لتنفيذ توجيهات الإدارة العليا، فبرز الجواز الإلكتروني البحرين مستوى أمني وجمالي متميز، حيث يمزج بين التصميم الجذاب الذي يعكس هوية البحرين ودمج أحدث تقنيات الطباعة الأمنية. نعم، الجائزة هي من ضمن جوائز الطباعة الأمنية العالية، حدثنا أكثر بهذا الخصوص. جوائز الـ HSP ذات أهمية كبيرة في مجال الطباعة الأمنية، وتعتبر من أعرق الجوائز العالمية المتخصصة في الابتكار والأمن في تصاميم الجوازات وثائق الهوية والأوراق النقدية، حيث تكرم المتميزين في هذا المجال. ولا شك بأن حصد الجواز الإلكتروني البحريني جائزة أفضل جواز جديد لعام 2024 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الحفل الذي أقيم في مدينة صوفيا بلغاريا يعتبر إنجازا عالميا نفتخر به، ويؤكد بأن هذا الجواز متميز من جميع النواحي، سواء كان من تصاميمه الجميلة أو الأمنية، التصاميم الأمنية المبتكرة، أو من خلال عكسه لتاريخ وحضارة مملكة البحرين. سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك.